الله يجزيك بخير. الله يحفظك ليا. Quel était joli la chèvre de monsieur Souga avec ses yeux noirs luisants avec ses sabots noirs luisants et avec ses longs poils blancs qui lui faisaient une robe perlante. Madame, cette chèvre, elle était cool, elle était relaxée, elle n'emmerdait personne. Elle avait un problème, cette chèvre, madame. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. Son problème, c'est qu'elle voulait gambader. Mais monsieur Suga, il était intraitable. Il est toujours, wello, dindien, mec, tu es beau, je pas. Et un jour, la chèvre, elle a pris une pancarte. Elle a écrit, je veux aller gambader. Je veux plus rester attaché. Signé au chef. Elle a pris la pancarte comme ça, elle a fait. Je vais aller gambader. Je vais rester attaché. Je vais aller gambader. Je vais rester attaché. كنت في الغداء فايتك ماما قلت لها منين درتي لي التليفون عرفتي هذا اجمل نهار في حياتي فيها نمشيو هي فيها نمشيو رميلا طبعا وفاء بنتي بغيت نتكلم معك واخا ماما ولكن من بعد خصني نراجع هاد الصوره واخا بنتي واخا الحمد لله الحمد لله واش شتي ما كيتقال لا في امتحانات لا في بيطار لا في والو قلت لك هذا خاص واحد جوج سنتيم ويولي مضخم اجي نجيب بعد بعد برك مكسلات سير تشوف لكم شي حاجه عملوها يلا عرفتي شي اش فرحان اش هادي هنايا وقر وقر اهلا يا لطيفه لاباس الحمد لله مبارك مسعود الله يبارك فيك كاينه وفاء كاينه مي غتشوفك حتى تفرح تفضل تفضل حبيبة ديالي عندك الضياف شنو؟ عندك الضياف لطيفة مبروك الله يكمل بالخير امين يما هو خالته ديال سعيد عاد خرجوا دابا عاد خمس سنين وانا كنتسنى حتى عقلتي والله يعطيك يا بنيتي السعادة والهنا يا شريفة دعي معايا والله يرزقك التيسير ويعطيك شي تريكات الحلال امين بغيتك تينا الاولى تعرفها ونجلس معاك شتيتو على بيد ما يجي عليا سعيد ويلا هاجي انت صبرتي حتى نولتي ويلا ولدي يلا يا حبيبي عليا تجي تسخن هاجي وانت شنو الجديد ياك ان شاء الله عيط لك في التليفون هنية اللي عيطتي لي الله يرحم والدك اشرفه 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 اشرفه
ايوا العايله هانتي تزوجتي ما تغطيش راسك. لا الحبيبه انا جربت 3 ايام ما قدرتش السبنيه قاده اذا كتخنقني. الله يسمح لي ما عنديش هاد الاراده. واو في الاول ضروري خصك الاراده وربي كيعاون. هما النساء في الجاهليه كانوا كيخطفوهم ويدفنوهم ودابا راه وقت اخر. ولا هاد الوقت سهلتيه اودي الله يحفظنا وصافي. يا وفاء الحجاب ماشي هو كلشي، الواحد خصو يطهر نفسه وعاد يقر الرواق. اسمح لي ما كنهضرش عليك وليني شحال من وحده اللي كتخبع فيه. الدين راه سلوك ومعامله ماشي داك النفاق اللي داير دابا. هاجي هما دابا دخلوا فيها حتى السياسه. لا حبيبه ما ناشي حمقه. متفقه معك النفاق كاين ولكن يا لطيفه الحجاب كتعملو راسك ما كتعملوش عباد الله. اوفاء ما غتقنعنيش انت ربي هداك وسعداتك وانا الله يهدي لي. واجي وعلاش انت ما تزوجتيش حتى دابا؟ ماشي فحال هلا حتى الزواج حتى عليه الاسلام. فعلا ولكن قوانين الاسلام ما مطبقاش كما ينبغي. امشي للمحاكم ودور شوف شنو كيكون تما. حتى يا حقا ديك الحقوق اللي معترفين بها شكون عطاها لك؟ فين هو التطبيق؟ وكي خلينا مع الهضره هاك واحد الملوزه كور انت بعدا عندك الزهر طحتي على سعيد. عندك الحق دراية في اختي وحنين وشوف واخا عنده الشهاده الابتدائيه بالصنعه كيربح احسن من موظف. هي بنيتي الصنعه الى ما غنات تستر وقيلا تزيد في العمر. اجي نقول لك واحد الحاجه ما نساهاش من يجيو تكتبوا الكاغيط قولهم يقيدوا لك الشروط ديالك. كيف الشروط ديالي؟ من يقولوا لك العدول واش موافقه على هذا الزواج قولي ايه ولكن بشروط. يخدم يخليني نسافر ما يجوش عليا وزيد وزيد. وليني مع سعيد نحتاج شي هذا الشيء راه ضريف وما كيخسر ليش خاطري. العائله الدنيا والزمان هذاك هذاك حق عطاهنا ربي ننسى كاملين وخصنا ما نفرطوش فيه. حاضر يا ستي الانون ومجي سعيد قول له.